بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. في هذه الآيات الكريمات انتقال مما ذكره الله عز وجل عن المتقين وجزائهم وما في الكون والأنفس والأرض والسماوات من آيات وعبر إلى صورة أخرى من صور القصص القرآني الذي يذكره الله عز وجل عبرة وعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وفي هذه الآيات الكريمات ذكر لقصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة الكرام. ابتدأها الله عز وجل بقوله: هل أتاك، أما جاءك يا محمد. قصة إبراهيم وأضيافه: أما جاءك. وذهب بعض المفسرين إلى أن هل هنا بمعنى قد جاءك يا محمد في الوحي ضيف إبراهيم المكرمين. وصفهم بالأضياف، وصفهم أيضا بأنهم مكرمون، ومكرمون هنا أي مكرمون عند الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فالملائكة
يوصفون بأنهم كرام، أو أن المراد في هذه الحالة أي حالة إكرام إبراهيم لهم حينما ضافوه وجدوا عنده الكرم فأصبحوا مكرمين إذ دخلوا عليه. تلاحظون هنا أن الدخول جاء مباشرة، فلم يأتي بطرق باب ولا باستئذان، لأن شأن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وأكرم مضيف للضيفان، بابه مفتوح يدخله من يدخله بلا طرق باب ولا حجاب. إذ دخلوا عليه وساعة دخولهم بادروا بالسلام، قالوا سلاما. والسلام هنا إما المراد به السلام التحية، أو المراد به الأمان، لأنهم شعروا منه عليه السلام التخوف، لأنهم أتوا على صورة غريبة لم يعهدها عليه السلام من قبل، أتوه بصورة شباب حسان ولم يكن متوقعا دخولهم عليه. قالوا سلاما بالنصب، أجابهم عليه الصلاة والسلام قال سلام. أيهما أبلغ، سلام الملائكة بالنصب أم سلام إبراهيم بالرفع؟ يقول أهل العلم إن سلام إبراهيم بالرفع أبلغ وأقوى، وهو من باب رد التحية بأحسن منها، لأن الرفع أقوى من النصب، النصب يحتاج إلى ناصب، أما الرفع فهو الأصل. هذه واحدة. الثانية أنه جاء في سياق الجملة الإسمية، والجملة الإسمية أبلغ. الثالث أن الرفع يفيد الثبوت والدوام والاستمرار، سلام يعني سلام عليكم، ويحتمل أنه رد للتحية بأفضل منها، ويحتمل أيضا أنه أعطاهم الأمان والسلام، فهو لم ينزعج بعدما استقر حالهم عنده وعرفهم. ثم قال قوم منكرون، يعني لا أعرفكم ولم يسبق أن التقيت بكم. منكرون هنا ليس معناه الإنكار، وإنما عدم المعرفة بهم المعرفة السابقة. وأيضا لاحظ التعبير القرآني قوم منكرون، لم يقل أنا أنكركم أو لا أعرفكم، وإنما جاءت في السياق العام قوم منكرون. ثم من عادة الكرام أنهم يبادرون بإكرام ضيوفهم، فراغ إلى أهله أي عدل ومال بسرعة وخفية، لم يستأذنهم هل آتي بالعشاء كشأن الكرام أمثالنا الذين نبخل أحياناً على الأضياف، لأن الكريم لا يستأذن الأضياف، ما يقول نعشيكم ولا نجيب الغداء ولا تفضلوا ولا مشغولين ولا مرة ثانية. فراغ إلى أهله بسرعة، وهذا من أدب الضيافة، ألاطف ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والزمان جديب. فراغ إلى أهله
أسرع لإكرام هؤلاء الأضياف، فراغ إلى أهله أي زوجه، وهي سارة عليها السلام. ونعمة المرأة التي تساعد زوجها على إكرام الأضياف، ما تقول حنا مشغولين ولا وش هذول اللي جونا بغتة ولا ما عندنا شيء. ثم هو عليه السلام كان ذا مال، وكان ماله البقر، فسارع فجاء بعجل سمين، وهذا غاية في الإكرام. وفي سورة هود جاء بعجل حنين، فما لبث أن جاء بعجل حنين. والأصل أن آيات القرآن يجمع بعضها لبعض ويفسر بعضها بعضا، القرآن يفسر القرآن، فتكون صفة هذا العجل الذي جاء به سمين وحنين. الحنين هو المشوي على الرضف، وهي الحجارة الحارة، وهو المسمى اليوم المضبي اللي يفعله الناس للذته، وأنه مثال في الإكرام. فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، هذا أيضا من أدب الضيافة، من أدب الضيافة أن الطعام يقرب للأضياف وليس هم الذين يقومون إليه. فقربه إليهم، يعني لا حاجة إلى أن يتعبهم ويعنتهم ويشق عليهم بالقيام، بل يأتي إليهم بطعامهم ويجعله ويضعه بين أيديهم. ثم قال ألا تأكلون، ما قال بصيغة الأمر كلوا، وإنما قال ألا تأكلون، وهذا طبع الكرام، يبادرون بالاستهلال، ألا بالاستهلال والترحيب وعرض الضيافة عليهم، ألا تأكلون، ألا تشرفون مثلا الطعام، أو تشرفوننا بأكل الطعام. وهكذا من الصيغ غير صيغ الأمر، لأن الأمر دائما فيه شيء من الجزم على الإنسان، ولا يحق للإنسان أنه يأمر إلا إذا كان ذا أمر، أو من يكون له الأمر، كأمر الوالي على الرعية، وكأمر الأب على أولاده، والأستاذ على تلاميذه. أما في الضيافة فالأولى العرض، وهذا من حسن الأدب. وعلى كل حال هذا الأمر يرجع إلى العادات، يرجع إلى الأعراف والعادات. ومنه أيضا الناس اليوم يجهزون الطعام والوليمة بغرفة أخرى حتى يكون أكثر ترتيبا وأكثر أناقة واستعدادا، فلا حرج في هذا إن شاء الله، ومرده إلى العوائد والأعراف، والعادة محكمة. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. قام عليه السلام مسرعا، أكرمهم، قدم الطعام إليهم، عرض عليهم الأكل، لكنهم لم يأكلوا، فأوجس منهم خيفة. حينما عمل كل هذا العمل من الاحتفاء بهم وإكرامهم ومع ذلك لم يأكلوا، أوجس منهم خيفة. ومن الأدب أنه إذا كان الضيف أو من عندك أو أي إنسان يحادثك أو يكلمك أو يريد منك شيئا وتحس منه الوجل والخوف، أنك تبشره وتهدئ من روعه وتحسن من طبعه حتى
وتريه البشر والسرور حتى لا يخاف، أو حتى لا يخاف. فهم لما آنسوا عليهم السلام من إبراهيم عليه السلام الخيفة قالوا لا تخف، أمنوه قالوا لا تخف. في آية الهود وآية الحجر إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وهنا فبشروه بغلام عليم. مع هذا أنهم هدؤوه وأمنوه بشروه، والبشرى له ولزوجه، وبشروه بغلام، والغلام له صفة وهي صفة العلم، أي سيكون عالما، وهو إسحاق عليه السلام. وإبراهيم حين ذاك عمره كم؟ 30 ولا 50؟ عمره 99 سنة، عمره 99 سنة، ومع هذا بشروه. فأقبلت امرأته في صرة لما سمعت البشرى، أقبلت يعني استبشرت، ولكنها مع هذا الاستبشار أقبلت في صرة، أي في صيحة وصرخة من هذه البشارة العجيبة، لأنها لم تكن معتادة ولم يكن هذا الأمر متوقعا، وهي عجوز عمرها 98 سنة وعقيم أيضا، لا تحبل ولا تحمل، هذان سببان، وذكرت سببا ثالثا في سورة هود، وهذا بعلي شيخة، يعني هو 99 وهي 98. هذه آية عبرة، قدرة من الله العليم الحكيم القادر سبحانه. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، صكت وجهها أي أخذت ضربت بيديها على جبينها كعادة النساء حينما يأتيها شيء عجيب أو غريب أو بشارة أو يأتيها شيء مرعب لا تملك نفسها، فتعمل الصراخ أو تقوم بالصراخ أو الصيحة أو الصياح. وهنا قال في صرة، والصرة الصيحة، ومنه قوله تعالى كمثل ريح فيها صر، صر الصوت الذي ينتج من شدة الرياح. وقالت عجوز عقيم، والرياح أيضا توصف بأنها عقيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم التي لا خير فيها وإنما فيها العذاب. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك، أيضا بشروها وطمأنوها، قالوا كذلك قال ربك، يعني هذه البشارة من الله عز وجل، إنه هو الحكيم العليم. وصف سبحانه وذيل هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين وهاتين الصفتين العظيمتين، العلم والحكمة، إما عموم العلم وعموم الحكمة، وإما العلم والحكمة الخاصة في هذه القصة. فهو وهب إبراهيم وسارة الولد إسحاق وهو الغلام العليم بهذه السن لحكمة ولعلم سبحانه، لتمام حكمته وعلمه سبحانه وتعالى بحالهما وحال الناس عامة. وفي هذه الآية استدل الإمام أحمد رحمه الله
على وجوب الضيافة، على وجوب الضيافة، وأن من نزل عليه أضياف فيجب عليهم عليه استضافتهم وإمدادهم بالقرى. وفي التنزيل إكرام النزيل اللي هو الضيف، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي رواية: فليكرم ضيفه جائزته 3 أيام. وعلى كل حال هذا يكون من الميسور ومما يستطيع له الإنسان، أما من لا يستطيع فلا يلزمه. وكذلك أيضا اليوم الأمر راجع إلى العادات وإلى الأعراف، كثير من الناس اليوم قد يتجه إلى الفنادق وإلى الضيافات المستأجرة، حتى قد لا يشق على نفسه ولا يشق على غيره، لكن إكرام الضيف واجب، وينبغي أيضا مراعاة آداب الضيافة، بمعنى سواء من الضيف أو من المستضاف، الضيف يبادر بالإكرام ويهش ويبش في وجوه الأضياف ويكثر من الترحيب بهم ولا يكون عبوسا معهم، كذلك يبادر إلى المجيء بالقرى ولا يستشير أو ينتظر أو يعرض، ولا سيما إذا كان عرض المتعاجز المستبخل. وأيضا يقدم ما لديه، فإبراهيم عليه السلام لم يأتي بشيء من خارج بيته من السوق أو من الجيران أو استنجد بأحد أو استدان ليضيف، وإنما راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه. أيضا من أداب الضيافة أن يقرب الطعام إليهم إن تيسر ذلك، وإلا للبيوت أحكام وآداب وظروف وللبيئات أحوال. ثم يعرض عليهم دون أمر فيقول: ألا تتفضلون؟ ألا تأكلون؟ ألا تشرفوننا بتناول الطعام؟ ما يأمرهم كلوا أو اشربوا كأنه يريد التخلص منهم، وإنما يعرض عليهم بكل أدب وأريحية. نعم. ثم بعد ذلك لما حصل الأمن والأمان لإبراهيم مع الملائكة، طبعا الملائكة هؤلاء من هم؟ ذكر أهل العلم والمفسرون أنهم 3: جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، وذكر بعضهم أنهم 10، وذكر بعض المفسرين أنهم 7، ولا يهم العدد، والذي عليه أكثر المفسرين أنهم 3. كانوا أتوا الملائكة، أتى الملائكة لإحلال العذاب بقوم لوط، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، لأنهم أشركوا بالله وكذبوا لوطا عليه السلام وفعلوا الفاحشة الشنعاء عياذا بالله. قال: فما خطبكم؟ يوم أن اطمأن إليهم، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما شأنكم؟ ما أمركم أيها المرسلون؟ عرف الآن أنهم ملائكة وأنهم رسل، إنا رسل ربك. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي أرسلنا الله عز وجل إلى قوم مجرمين، وهم قوم لوط، إجرامهم
بالكفر بالله عز وجل وتكذيب رسول الله لوط عليه السلام وفعلهم الفواحش، لنرسل عليهم حجارة من طين، حجارة من طين من الآجر الذي خصص في هذه الآية للمجرمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة يعني معلمة عند ربك، أي أن الله عز وجل أنزلها مسومة وقد كتب عليها اسم صاحبها والعياذ بالله، وذكر أنها كانت حجارة سوداء مخططة بالحمرة، مسومة عند ربك أو مسومة وتقف يعني معلمة، ثم تقول عند ربك للمسرفين، للمسرفين الذين تجاوزوا الحد، وصل بهم الإسراف إلى الكفر وإلى الشرك وإلى تجاوز الحد والفسق والفواحش والعياذ بالله، مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا، أخرجنا من قرى قوم لوط من كان فيها من المؤمنين، ولم يكن فيها من المؤمنين إلا لوط عليه السلام وابنتاه، ابنتاه اثنتان، ذكر المفسرون أن اسمهما زعورا وريثا، ابنتا لوط عليه السلام. هؤلاء هم المؤمنون. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أيضا هم قوم، هم أهل لوط، لوط وابنتاه. وتركنا فيها آية في قرى قوم لوط التي أهلكها الله عز وجل وجعل عاليها سافلها، آية عبرة درس للذين يخافون العذاب الأليم، للذين يعلمون ويعتبرون ويخافون عذاب الله عز وجل الذي أعده للمسرفين في الدنيا والذي أعده للكافرين والمجرمين في الآخرة. نعم، هذا ما يتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا فيه دليل لأهل السنة والجماعة في التفريق بين الإيمان والإسلام، لا سيما إذا وردا جميعا، إذا اجتمع كان لكل منهما معنى، إذا اجتمع افترق، لأن الإيمان أخص من الإسلام، الإيمان درجة أعلى من الإسلام، فكل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن مسلما. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، والصحيح أنه يفرق بينهما في الحال، يعني إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا لم يرد إلا ذكر الإيمان أو الإسلام دخل فيه المؤمنون والمسلمون. ولهذا جمع الله لآل لوط بين الإيمان والإسلام، وهذه منزلة رفيعة. هذا ما في الآيات من أحكام، فلنقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال تعالى: هل أتاك، أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ونبئهم الغريب العجيب،
وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط، وأمرهم بالمرور على إبراهيم فجاءوه في صورة أضياف، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال مجيبا لهم: سلام أي عليكم قوم منكرون، أي أنتم قوم منكرون، فأحب أن تعرفوني بأنفسكم. ولم يعرفهم إلا بعد ذلك، ولهذا راغ إلى أهله، أي ذهب سريعا في خفية ليحضر لهم قراهم، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم وعرض عليهم الأكل فقال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة حين رأى أيديهم لا تصل إليه، قالوا: لا تخف. وأخبروه بما جاءوا له، وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام. فلما سمعت المرأة البشارة أقبلت فرحة مستبشرة في صرة أي صيحة، فصكت وجهها. وهذا من جنس ما يجري من النساء عند السرور ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة. وقالت: عجوز حقيم، أي أن لي الولد وأنا عجوز قد بلغت من السن ما لا تلد معه النساء، ومع ذلك فأنا عقيم غير صالح الرحم للولادة أصلا. فثم مانعان كل منهما مانع من الولد، وقد ذكرت المانع الثالث في صورة هود بقولها: وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: كذلك قال ربك، أي الله الذي قدر ذلك وأمضاه فلا قالوا عجب. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. نعم. إنه هو الحكيم العليم، أي الذي يضع الأشياء مواضعها، وقد وسع كل شيء علما، فسلموا لحكمه واشكروه على نعمته. قال لهم إبراهيم عليه السلام: فما خطبكم أيها المرسلون؟ أي ما شأنكم وما تريدون؟ لأنه استشعر أنهم رسل أرسلهم الله لبعض الشؤون المهمة. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وهم قوم لوط قد أجرموا، أشركوا بالله وكذبوا رسولهم، وأتوا الفاحشة الشنعاء التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، أي معلمة على كل حجر منها سمة صاحبه، لأنهم أسرفوا وتجاوزوا الحد. فجعل إبراهيم يجادلهم في قوم لوط لعل الله يدفع عنهم العذاب، فقال لهم فقال الله: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط عليه السلام، إلا امرأته فإنها من المهلكين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، يعتبرون بها ويعلمون أن الله شديد العقاب، وأن رسله صادقون مصدوقون أو مصدقون. بارك الله فيك، أحسنت، واضح الحمد لله. بقي فيما يتعلق برحمة الأنبياء عليهم السلام بأممهم وأقوامهم، فهذا إبراهيم عليه السلام لما رأى أن هؤلاء الملائكة مرسلون لإهلاك قوم لوط، قال: إن فيها لوطا يجتهد معهم لعلهم يكفون عما من أجله أتوا أو أرسلوا، ومع هذا هذا أمر الله عز وجل وحكمه النافذ في تعذيب وإهلاك كل من خالف أمره سبحانه وتعالى. قال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. نعم. طيب نقرأها سريعا. هذه الآيات فيها حكم وأحكام، المصنف رحمه الله جمعها. تفضل.
قال رحمه الله: فصل في بعض ما تضمنته هذه القصة من الحكم. فصل في بعض ما تضمنته هذه القصة من الحكم والأحكام، منها أن من الحكمة قص الله على عباده نبأ الأخيار والفجار ليعتبروا بحالهم وأين وصلت بهم الأحوال. الفائدة الأولى فائدة القصص في القرآن بالعبرة والعظة. نعم. ومنها فضل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث ابتدأ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها. حينما ترد القصص تجد قصة إبراهيم أول قصة، وهذا دليل على مكانته في الأنبياء، فهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء عليه السلام. نعم. ومنها مشروعية الضيافة، وأنها مشروعية الضيافة، وذكر أهل العلم بعض أهل العلم كالإمام أحمد أنها واجب، بل بعضهم ذهب إلى أن الذي ينزل ضيفا ولا يستضاف له أن يقدم دعوة، ويلزمه القاضي بإقامة الوليمة له مدة 3 أيام. نعم. قال: وأنها من سنن إبراهيم الخليل الذي أمر الله هذا النبي وأمته أن يتبعوا ملته، فليكرم ضيفة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا في العقيدة وفي الأحكام وفي الآداب. وساقه الله في هذا الموضع على وجه المدح له والثناء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ومنها أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام بالقول والفعل، لأن بالقول والفعل، فلا ينفع الفعل وأنت مقطب ومعبس الجبين. ابتسم وتهلل للأضياف وأكرمهم بالقول وبالفعل وبالابتسامة والبشاشة. نعم. لأن الله وصف ضياف إبراهيم بأنهم مكرمون، أي أكرم. وبهذه المناسبة فالذين يأتون للعمرة ويأتون للحج هم ضيوف الرحمن، ويجب علينا نحن الذين نستقبلهم في مكة المكرمة وفي المدينة النبوية المنورة وفي هذه البلاد التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وإكرام ضيوف الرحمن، أن نستقبل ضيوف الرحمن بكل ما يستحقونه من الإكرام بالقول والفعل وبإظهار الصورة المشرقة والهشاشة والابتسامة والبشاشة والكلمة الطيبة والقول الحسن، فهم يستحقون ذلك. نعم. أي أكرمهم إبراهيم، ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قولا وفعلا، ومكرمون أيضا عند الله تعالى. ومنها أن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوى للطارقين والأضياف، لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان، وإنما سلكوا طريق الأدب في الابتداء بالسلام، فرد عليهم إبراهيم سلاما أكمل من سلامهم وأتم، لأنه أتى به جملة اسمية دالة على الثبوت والاستقرار. ومنها مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع اتصال، لأن في ذلك فوائد كثيرة. من أين أخذنا تعرف الإنسان على من أين أخذنا من القصة والآيات؟ قبل ما خطبكم قوم منكروا، أين عد هذه في الآيات الثانية توصلنا عشر. ومنها أدب إبراهيم ولطفه في الكلام، حيث قال قوم منكرون ولم يقل أنكرتكم، وبين اللفظين من الفرق ما لا يخفى. ومنها المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها، لأن خير البر عاجله، ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قراء ضيافه. ومنها أن الذبيحة الحاضرة التي قد أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانة، بل ذلك من الإكرام كما فعل إبراهيم عليه السلام، وأخبر الله أن ضيفه مكرمون. ومنها ما نعم لم يحصل بعض الناس عندهم عوائد إن لازم الذبيحة اللي يأتي لازم تذبح له لأجل إكرامه هو، فلو ذبحت لغيره ما قبلها، وهذا من العادات المقيتة التي توجد عند بعض الناس مع شديد الأسف إلى اليوم، يرى أن له حقا خاصا. يا أخي ما دامت الضيافة موجودة، ولهذا إبراهيم عليه السلام قدمها والملائكة لم يأكلوا منها، لو أعطيت ضيفاً آخر
كان له أن يقبلها ولا يقول هذه لغيري، فهذا فيه نوع من الكبر والعياذ بالله وكفر النعمة. ومنها ما من الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير، وكون ذلك حاضرا عنده وفي بيته معدا لا يحتاج إلى يأتي به من السوق أو الجيران ولا غير ذلك. ومنها أن إبراهيم هو الذي خدم ضيافه وهو خليل الرحمن. ممتاز، هذه فائدة، أنه يستحب وينبغي أن المضيف هو الذي يباشر، هو الذي يباشر على ضيوفه، بمعنى يقدم، هو يقدم لهم الطعام، يقدم لهم القهوة، يقدم لهم الشاي على حسب عوائد الناس، هذا يكون أبلغ. فإبراهيم عليه السلام هو الذي باشر خدمتهم بنفسه ولم يتكل على أحد من الجيران أو الخدم أو غيره، مع أنه قد يجد من يخدمه ويكفيه مؤونة تكريم هؤلاء، ولكن الناس اليوم يختلفون. نعم، والعادات لها أيضا تحكيم في هذا المجال، ولو امتنع أحد فيقال له أنت لست أفضل من إبراهيم الذي هو باشر الخدمة لهؤلاء الأضياف. نعم، قال وهو خليل الرحمن وكبير من ضيف الضيفان. وكبير من ضيف الضيفان، من هو كبير من ضيف الضيفان؟ إبراهيم عليه السلام. ومنها أنه قربه إليهم في المكان الذي هم فيه ولم يجعله في موضع، ويقول لا عندهم مقلط ولا صال الطعام، قربه إليه، هذا عند الحاجة، والعادة لها ظروفها فيها. نعم، ومنها حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين خصوصا عند تقديم الطعام إليه، فإن إبراهيم عارض عليهم عرضا لطيفا وقال ألا تأكلون، ولم يقل كلوا ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منها، بل أتى بأداة العرض فقال ألا تأكلون. فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال، كقوله لأضيافه ألا تأكلون، أو ألا تتفضلون علينا وتشرفوننا وتحسنون إلينا ونحوه. ومنها أن من خاف من الإنسان لسبب من الأسباب فإن عليه أن يزيل عنه الخوف ويذكر له ما يؤمن روعه. قالوا لا تخف. نعم، كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم لا تخف، وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم. ومنها شدة فرح سارة امرأة إبراهيم حتى جرى منها ما جرى من صك وجهها وصرتها غير المعهودة. ومنها ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم. ما أكرم الله. ومنها ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم. بارك الله فيك، واضح إن شاء الله. من هم الأنبياء الذين استضاف الرسل أو الملائكة الذين استضافهم إبراهيم؟ جبريل وإسرافيل وميكائيل، ثلاثة، وقيل سبعة، وقيل ما شاء الله متابعين. نظر الله وجوهكم وزادكم علما نافعا وعملا صالحا.